أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على معسكر لقوات التحالف في نجران جنوبية السعودية. وفي وقت سابق أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي أن دفاعاتها اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خميس مشيط جنوبية السعودية. يأتي هذا بينما عاد التوتر إلى الحديدة غربي البلاد وتصاعدت حدة المواجهات هناك. التطورات الميدانية في تسارع مستمر سواء في جبهات الداخل اليمني أو ما وراء الحدود مع السعودية. استهداف جديد لمواقع سعودية من قبل الحوثيين. مطارا أبها وجيزان السعوديان هدفان جديدان لطيران الحوثيين المسير استهدفت مرابط الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى. قيادة التحالف من جهتها أعلنت أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط. وبين الإعلان ونقيضه باتت عمليات الحوثيين ضد أهداف سعودية شبه يومية، وتتوعد الجماعة بعدم توقفها إلا أن تتوقف الحرب على اليمن. العمليات الجوية تتزامن مع تصعيد على الأرض على جبهات الحدود ذاتها، وخاصة الحد الجنوبي للسعودية، حيث سقط قتلى وجرحى من الحوثيين والقوات السعودية في منطقة الرشاحة بنجران وصحراء البقع. وفي الجبهات الداخلية لا تتوقف المعارك في واحدة إلا لتشتعل في أخرى، فجبهة الحديدة غربي البلاد إلى الواجهة مرة أخرى، حيث شهدت اشتباكات عنيفة في مداخل الأحياء الشرقية للمدينة وشارع الخمسين وسوق الحلقة، مع سماع دوي انفجارات هي الأعنف وأصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أرجاء المدينة، مع قصف متبادل في منطقة حيس بالريف الجنوبي للحديدة. التطورات العسكرية توازيها جهود دبلوماسية أقل شأنا، فالمبعوث الدولي مارتن جريفيث استهل من الرياض مساعيه مرة أخرى بلقائه الجانب الحكومي بعد أزمة مؤقتة واتهامات له بالانحياز للحوثيين في ملف الحديدة. لقاءات جريفيث تهدف للتشاور حول سبل استئناف خطوات السلام خاصة في الحديدة وملفات الجانب الإنساني. حتى الآن يرى اليمنيون أن الغلبة تبدو للجانب العسكري وأن المساعي السياسية لا تكاد تذكر بالنظر إلى ما يجري على الأرض، ما يعني عدم ثقتهم بتلك المساعي في تحقيق نتائج عما قريب. خليل القاهري، العربي، صنعاء.